هاي. يعد التنمر أمر شائع بالمدرسة عبر الإنترنت بمكان العمل وحتى بقلب البيت. بمعظم الأحيان بيتعرض الأشخاص للتنمر بسبب عرقهم أو مظهرهم أو إعاقتهم. ثلث شباب العالم بيتعرض للتنمر، وبتتراوح النسبة بين 7% بتاجكستان و 74% بساموا. الوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض هو عامل رئيسي بتنمر الشباب داخل البلدان الغنية. الشباب المهاجرين بالبلدان الغنية هن أكثر عرضة للتخويف من الشباب المولودين محلياً. 46% من المراهقين تعرضوا للتنمر الإلكتروني مرة واحدة على الأقل، بيفيد 60% من مطلقي النار داخل المدارس إنهم تعرضوا للتنمر الشخصي أو عبر الإنترنت. بيتعرض 22% من الطلاب للتنمر خلال كل سنة دراسية. بنسبة 79% يعتبر التحرش اللفظي أكثر أنواع التنمر شيوعاً بالمدرسة. مين قال إنه 20% من المراهقين بيعتبروا إنه التنمر له تأثير كبير على صحتهم العقلية وثقتهم بنفسهم؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.